أقرأ معاكم من إنجيل لوقا أصحاح 2 ومن عدد 8. إنجيل لوقا أصحاح 2 ومن عدد 8. وكان في تلك القورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذ ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص والمسيح الرب. وهذه لكم العلامة: تجدون طفلا مقمتا مضطجعا في مزود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي ومسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. أقرأ كمان من رومية أصحاح 14، هقرأ عدد 1 وعدد 17. لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. أقرأها مرة تانية. لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. اسمحوا لي نغمض عينينا دقيقة كده، أقول يا رب كلمني في هذا الصباح. الرسالة اللي في قلبك ليا يا رب النهاردة، يا رب أنا بشكرك لأنك حاضر في وسطينا، بشكرك لأنك موجود في بيتك وفي كنيستك وسط شعبك، وإحنا جايين نحتفل بميلادك يا رب، وإحنا جايين نحتفل ببداية عام جديد، طالبين حضورك يا رب من بداية السنة. إحنا طالبينك وعايزينك ومتمسكين بيك، عايزين ملكوتك يأتي علينا يا رب كما لم يأتي من قبل، علينا كأفراد، علينا كأسر، علينا ككنيسة، علينا كبلد. نختبر حضورك يا رب في وسطينا الأيام دي. إحنا بنعظمك وبنعطيك كل المجد يا رب. آمين. الشعار اللي الكنيسة رفعاه السنة دي من بداية السنة، والأسيس سامح اتكلم عنه في ليلة رأس السنة: ليأتي ملكوتك. واتكلم الأسيس سامح عن قيم ومبادئ الملكوت في ليلة رأس السنة، لكن الملكوت، هذا الملكوت بقيم ومبادئه مرتبط جدا بالميلاد، الاثنين مرتبطين ببعض. هذا الملكوت أتى بمجيء المسيح إلينا، بولادة المسيح إلى أرضنا. وعش كده لما تشوف من بداية قصة الميلاد إلى أحداث لغاية القيامة، تلاقي أن قيم ومبادئ الملكوت المسيح عاشها بالكامل. قيم التواضع عاشها، جاء مولودا في مزود، الحب، حب حتى الذين أساءوا إليه، الاستقامة. إبليس كده يقول: رئيس هذا العالم يأتي وليس له، مش ماسك علي حاجة، أنا مستقيم، لم يعرف خطية. عاش الملكوت وقيمه. فالميلاد والملكوت مرتبطين ببعض قوي. وفي رسالة الميلاد اللي قريتها لحضراتكم من إنجيل لوقا أصحاح 2، بيتكلم على اختبار الملكوت. مش بس بيتكلم المسيح في مجيئه وعشته إيه هي قيم الملكوت، لكن في الرسالة بتاعت الملاك للرعاة بيتكلم على اختبار الملكوت. ده اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة. في حاجات ربنا عايزنا نختبرها في ملكوته. ملكوت الله ليس أكلا وشربا، بل بر وفرح وسلام. في اختبارات روحية في الملكوت أنا وإنت محتاجين نختبرها ونعيشها، وده اللي ربنا النهاردة عايز يكلمنا فيه، وده اللي ربنا النهاردة عايز يدهلنا هدية، عايز يدينا النهاردة تلات هدايا، عايز يدينا النهاردة تلات اختبارات روحية نستطيع أن نختبرهم على الأرض ونختبر ملكوت الله داخلنا. تلات حاجات دول اتكلم عنهم الملاك في الجزء اللي قريته معاكم من لوقا 2 أصحاح عدد 8 لعدد 14. اتكلم على تلات مفاهيم وتلات اختبارات وتلات أمور ربنا عايز يدهم لك، وده معنى يأتي ملكوتك. ملكوت الله لما يأتي على حياة إنسان يختبر الأمور دي، ملكوت الله لما يأتي على أسرة تختبر الأمور دي، ملكوت الله لما يأتي على الكنيسة تختبر الأمور دي، ملكوت الله لما يأتي على بلدنا تختبر هذه الأمور. في بداية الرسالة بيتكلم هنا، بيقول إنه الرعاة ظهر لهم الملاك خافوا خوفا عظيما، وأول كلمة قالها الملاك: لا تخافوا. أول عطية ربنا عايز يديها لك، أول هدية ربنا عايز يديها لك الشعور بالأمان. ملكوت الله يعني الأمان، ملكوت الله يعني الطمأنينة. وعلى فكرة كلمة لا تخافوا دي كانت رسالة الميلاد على فكرة. يعني النبوة، أعظم نبوة جت عن ميلاد المسيح، جت لواحد خائف في أشعياء أصحاح 7 عدد 14، وهو بيكلم أحاز، خايف من رصين وابن رماليا، خايف من الحروب، خايف انه بلده تضيع، خايف من القتل، خايف من البطش. وربنا كلم احاز على مراحل عن طريق اشعياء وقال له: ما تخافش يا احاز، لا يضعف قلبك من اجل هاتين الشعلتين المدخنتين. برضو اشعياء خاف، ربنا احاز خاف، بعدين ربنا بعت له اشعياء مره تانية قال له: اطلب ايه.
عمق طلبك أو رفعه إلى فوق، ألا أطلب ولا أجرب الرب إلهي، ما زال أحاس خائف. ويجي كلمات ربنا على لسان أشعياء، روح قل له هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل. رسالة الميلاد ربنا جايب رسالة أمان لكل الخائفين، لكل الخائفين ربنا جايب رسالة طمأنينة. وأول كلمات نطق بها الملاك ليوسف في متى واحد لما عرف أن العذراء مريم حبلة، قال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأة لك، ما تخافش. ولما ظهر للقديسة العذراء مريم قال لا تخافي، ولما ظهر للرعاة قال لهم لا تخافوا. رسالة الميلاد، رسالة ربنا ليك النهاردة في بداية السنة، ما تخافش. بصوا جماعة، كل الناس بتخاف، مش حد ما بيخافش، كل الناس تشترك في هذه الصفة. والخوف أنواع، في خوف أنت تقدر تتعامل معاه، يعني لما مثلا تبقى خايف من الأماكن العالية ما تطلعش الأماكن العالية، خلاص مش هتخاف. تخاف من ركوب الطيارة ما تسافرش، خليك قاعد معانا هنا منورنا، مش محتاج تسافر، الخوف هيروح. لكن في مخاوف ما ينفعش أنت تتعامل معها، محتاجة ربنا اللي يتعامل معها. معظم الناس بتشترك في نوعين من المخاوف، معظم البشر بيشتركوا في النوعين دول، الخوف من بكرة، الخوف من المستقبل، الخوف من الغد المجهول، والخوف من الموت. معظم الناس بتشترك في النوعين دول من المخاوف. أنا خايف من بكرة، وخصوصا إذا كان النهاردة المعطيات بتاعته مش إيجابية، خصوصا لو الظروف والأخبار اللي بنسمعها الاقتصادية والسياسية والأمنية بتقول إن بكرة مش أفضل من النهاردة، فالإنسان بيخاف. هنعيش إزاي؟ هنسدد احتياجاتنا إزاي؟ هناكل ونشرب إزاي؟ عيالنا هيتجوزوا إزاي؟ الظروف هتبقى شكلها إيه بعد الدستور وبعد الانتخابات؟ هي البلد رايحة في حتة كويسة ولا برضو مجهول؟ في خوف من بكرة، وإبليس بيستخدم السلاح ده. والنهاردة في بداية السنة دي ربنا جاي لك بالرسالة دي، بيقول لك لا تخف من الغد، تخافش من بكرة، أيا كان بكرة ده شكله إيه، أيا كان بكرة ده مليان بالاحتياجات، لا تخف من الغد. عايز أتوقف معاكم عند بعض الآيات في إنجيل لوقا أصحاح 12. لكل خائف وسطينا، حتى الناس بتتفرج معانا على شاشات التلفزيون والإنترنت، لو أنت خايف بسبب الظروف المادية المستقبلية من احتياجاتك المادية، النهاردة طفل المزود يسوع جاي يقولك، مش الملاك اللي جاي يقولك، النهاردة يسوع شخصيا جاي يقولك لا تخف، أنا عايز أديك أمان في حياتك. بيقول إيه كده في إنجيل لوقا أصحاح 12، هو بيتكلم مثلا على الخوف من العمليات الإرهابية، الخوف من البلطجة، الخوف إن عربية تتفجر في حتة أنا موجود فيها، الخوف يحصل قلق في المكان اللي أنا موجود فيه. بص بيقول إيه، ولكن عدد 4 لوقا 12 4، ولكن أقول لكم يا أحبائي لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، تخافوش، وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر. ما تخافش من اللي جاي بكرة. لو أنت خايف من اللي بيجرى الانفلات الأمني اللي موجود، ما تخافش، ربنا جاي يطمنك يقولك لا تخف. طب أنا خايف من الأكل والشرب، هسدد احتياجاتي إزاي؟ الدنيا بقت غالية قوي، حاجات غالت، بقت غالية بصورة فظيعة الأيام دي، ولسه الغلا جاي، أبشركم الغلا جاي بعد الحكومة الجديدة، لازم بقى يشيلوا الدعم، فالغلا هيبقى اضرب في 10. فالناس عمالة تفكر وتحلل، فبيقول لهم إيه؟ رسالة مطمئنة مش كده؟ بطمنكم أنا، بيقول لهم لا تهتموا ماذا تأكلون وماذا تشربون وماذا تلبسون. ما تهتموش بموضوع الأكل والشرب واللبس، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. إذا كنت أنا بعول العصافير، إذا كنت أنا بهتم بالعصافير، إذا كنت أنا بهتم بالخليقة بتاعتي، مش أهتم بابني اللي حبيته ومت من أجله؟ أنتم أفضل من عصافير كثيرة. بيقول كلام يطمن قوي، كلام معرفش هو بيخترقك ولا لا، بس الكلام ده مهم قوي. بعدين يقول لهم في متى 6، بيستخدم عبارة جميلة قوي، لا تهتموا للغد، يكفي اليوم شره، تخافش، تقعدش تهتم ببكرة. عارفين أكتر مشكلة بتخوفنا بإيه؟ إن إحنا عمالين نحسبها بالورقة والقلم وعمالين نهتم للغد، هيحصل إيه ونرسم لها سيناريوهات. ربنا بيقولك لا تهتم للغد، أنا إله الغد،
أنا إله غدا، أنا إله المستقبل، أنا اللي أدافع عنك، أنا اللي أسدد احتياجك. بيقول لهم في لوقا 12 كلمة جميلة قوي: ولا تقلقوا، ما تقلقوش. إحنا بنخاف من بكرة لأنه مش عارفين هنعيش إزاي وهنقابل إيه وهنأكل ونشرب إزاي، لكن قال لهم لا تهتموا للغد، لا تهتموا ماذا تأكلون وماذا تشربون وماذا تلبسون، هذه كلها تطلبها الأمم، أباكم يعلم أنكم تحتاجون إليها، لكن أطلبوا أولاً ملكوت الله يسود عليكم، هذه كلها تزاد لكم. أنا مش قادر أختبر الملكوت لأني مهتم جداً ببكرة، لأني مشغول ببكرة، لأني خايف من بكرة، فمش قادر أعيش الملكوت النهاردة، مش قادر أختبر الأمان لأني مهتم بالغد فخايف. مع أن القديسين في الكتاب المقدس، مع أن الكتاب ده اتكتب بيقول عن معية الله، بيتكلم عن ربنا قد إيه بيهتم بيك وبيا. ده اختبار داود بعد رحلة طويلة من عمره، لم أرى صديقاً تخلي عنه. طب والأولاد والأحفاد؟ ولا ذرية له تلتمس خبز. لا تخافوا من الغد، تخافوش من المستقبل، المستقبل ده في إيديا. عايز أقول لكم حاجة، لما نقلق على المستقبل ونخاف منه هيمنع حدوث المستقبل؟ لا، احنا بنضيع وقت، بنضيع التمتع بملكوت الله واختبار ملكوت الله اللي يأتي على حياتنا بالهم والقلق والحسابات، مع أنه المستقبل جاي جاي. همك وقلقك مش هيغير ولا هيعطل المستقبل. مش كده بيقولك لا تهتموا، لا تقلقوا، دع الغد يهتم بما لنفسه، امشي معايا معتمد على مراحمي يوم بعد يوم. نوع التاني من الخوف، بعدين هتكلم ازاي الخوف ده نتعامل معاه، الخوف من الموت. بعض الناس وليس كل الناس تخاف من الموت، لان الموت بالنسبه لها موت مجهول، مش عارفين ايه اللي هيجرى فيه، مش عارفين شكل الموت ده بيحصل فيه ايه، فلانه مجهول انا بخاف منه. مش كده بتلاقي لما الناس بيجي لها امراض الخطيره او امراض الموت بتبقى مرعوبه، صح؟ مش عايزه تموت، عايزه تكمل في الحياه، خايفة من الموت، ما عندهاش الديزاير، ما عندهاش هذا الاشتياق بتاع بولس، ليه اشتياق أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل، ما عندهاش الرغبة دي، أنا عايزة تقعد. وده الفرق بين بولس الذي اختبر حضور ملكوت الله في حياته وناس كتيرة بتخاف من الموت. يقول كده: أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. اللي عايش في الملكوت، اللي اختبر الملكوت، شايف فيه إيه هناك، شايف، عارف. يقول بولس في كورنثوس الأولى أصحاح 2 وهو بيتكلم على الملكوت، يقول: ما لم ترى عين وما لم تسمع أذن وما لم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه، فأعلنه لنا نحن بروحه. بولس شايف فيه إيه في السماء؟ شايف ما لم ترى عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على بال إنسان، أعلن لبولس، فمش خايف من الموت، بيقول أنا ليه أشتاق أن أنطلق. والمسيح جه في ميلاده وقال الكلمات دي في يوحنا 14: لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، إن مضيت وأعددت المكان آتي أيضا إليكم وأخذكم، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. تخافش من الموت لأن ليك مكان، لأن في مكان معد ليك ومعد ليا، في مكان ما لم ترى عين وما لم تسمع أذن وما لم يخطر على بال إنسان تقدر تختبره هنا على الأرض، فقلبك يطمن. إيه اللي يطرد الخوف من قلبي؟ كتاب بيتكلم على حاجة مهمة قوي، آية في يوحنا الأولى أصحاح 4 وعدد 18 بيقول: لا خوف في المحبة، المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. إيه اللي يطمني على بكرة وإيه اللي ما يخوفنيش من الموت؟ الحاجتين دول إيه؟ إن أنا كنت قابلت مع محبة ربنا، إن عينيا شافت يسوع المحب اللي محبته غير محدودة وغير مشروطة، ده بيطمن قلبي، ده بيملى قلبي بالأمان، فوأنا ماشي في عز احتياجاتي ومشاكلي وتحدياتي أنا مصدق في بابا اللي بيحبني، اللي مسؤول عني، اللي هيسدد كل احتياجاتي، فلا أخاف. لما تقابل مع محبة ربنا ومحبة ربنا سكنة في قلبي وعيني شافت المحبة دي ورحت عند الصليب وشفت المحب اللي أحبني، لا أخاف، لأن إذا صرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، لأنك معايا،
حتى وانا بموت هو معايا، انا مش خايف، يحملني. ناس كتيرة مش قادرة تستمتع بالملكوت، مش قادرة تختبر الملكوت لانها خايفة، لانها ما تقابلتش مع الحب ده، او لان الحب ده مش متجدد في حياتها، بقى اختبار خدته في يوم من الايام بس بعد كده مكمل بدون المحبة. مش هينفع تكمل في الحياة دي بدون المحبة العاملة في قلبك، دي اللي تطرد الخوف بره. وكل مرة ما يجي إبليس يشككك ويهددك ويخوفك تقول إيه؟ ليه واحد بيحبني؟ عندي إله عظيم، عندي إله قادر، عندي إله يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر، عندي إله يقدر يبعت ملائكة تسد أفواه الأسود، صح؟ ملاك الرب حال حول خائفيه، عنده ملاك يبعتهولي، عنده ملاك زي اللي راح لدانيال يجيلي. ثقتك في محبة ربنا تطرد الخوف من قلبك. طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. ربنا بيعرف ينقذ. عايز أقول لك حاجة، ربنا بيزيل مخاوفك بحاجتين، بطريقتين، يا إما يزيل العواصف اللي بتأتي بالمخاوف على قلبك يغيرها زي ما حصل في 30/6، ناس كتيرة كانت خايفة وطلبنا ربنا وصلينا هنا صح بالدموع وصرخنا، عمل إيه؟ أنقذنا من كل مخاوفنا، غير الصورة دي، طريقة ربنا بيستخدمها. بس الطريقة التانية إنه يعطيك سلام في وسط المخاوف، تبقى الأمواج عالية بتضرب في السفينة يبقى جواك سلام الله الذي يفوق كل عقل. ربنا جاي بهدية اسمها الأمان، عايز يديها لك النهاردة، بس من غير ما تتقابل مع المحبة دي، ملكوت الله بر وفرح وسلام. عايزك تختبر ليأتي ملكوت الله على حياتك ويطرد الخوف. بس أول خطوة محتاج تعملها تعمل إيه؟ تجري على محبة الله وتمسك في محبة ربنا، اللي في كل موقف تحدثك، اللي في كل موقف تريك القدير الذي يمسك بيدك. عطية التانية اللي ربنا عايز يديها لنا، أو اختبار تاني للملكوت. فقال لهم الملاك لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم. أعرف منين إن الملكوت أتى على حياتي؟ أعرف منين إن الملكوت في الكنيسة؟ أعرف منين الملكوت في بيتي؟ أعرف منين الملكوت في البلد؟ فرح. ملكوت الله ليس أكلا وشربا، مش بركات مادية، ملكوت الله بر وفرح وسلام. أعرف منين إن ملكوت الله موجود داخلي؟ الفرح. هل أبشركم بفرح يكون لجميع الشعب، مش للمؤمنين بس، مش للكنيسة والطائفة بتاعتنا بس، لجميع الناس، اللي بيعرفوا ربنا واللي ما يعرفوش ربنا، اللي بيحبوا ربنا واللي ما بيحبوش ربنا، يقدروا يختبروا هذا الفرح. فاكرين سمعان الشيخ لما مسك الطفل يسوع وحطه على إيده كده ونظر إليه وبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب. فرح الخلاص لجميع الناس، لجميع الناس. الفرح نسبي والناس بتفرح بطرق مختلفة. في ناس بتفرح لما بتبقى عايزة حاجة وتحصل على هذا الشيء فبتفرح، بس هذا الفرح لا يدوم. أنا وأنا صغير كنت زنان قوي على الحاجات اللي أنا عايزها، اللعب اللي انا عايزه والحاجه، واقعد ازن لغايه لما تجيلي وازهقهم في عشتهم لغايه لما اخدها وافرح بيها يوم يومين وارميها ما العبش بيها تاني ولا المسها. بفرح باشياء، وفي ناس فرحها معتمد على الحصول على الاشياء، فبتحصل على الشيء تفرح فرح وقتي ثم تنتقل الى شيء اخر، وبتوين الاثنين دول وما بين الفرح الاول والثاني هناك احزان واكتئابات وسقطات. ده فرح لا يدوم. في فرح معتمد على رأي الناس فيا، إن الناس بتقول لي برافو عليك، إنك كويس، أنا بحبك، أنت جميل.
بس هذا الفرح ايضا لا يدوم، لان الناس بتتغير. النهارده بيسقفوا لك وبكره بيتكلموا عليك، النهارده معجبين بيك وبكره انت مش عاجبهم. فلما بتعتمد على فرحك على الناس، فرحك ده متقلب، لحظي، وقتي، لا يدوم. في كمان بقى فيروس بيسرق الفرحه الحقيقيه من قلوبنا، فيروس مدمر، فيروس قاتل اسمه الخطيه. يقول فرح الخاطي للحظه. ليه الخطيه بتسرق افراحنا؟ ليه الخطيه بتخلي الفرح في حياتي وقتي ولحظي، مرتبط بثواني معدوده؟ لانه بعد ما بفرح لثواني معدوده بسبب الخطيه، بيتركني ابليس بضمير يقول عنه الكتاب ضمير شرير او ضمير خطايا. بيبقى عندي الضمير بينقح عليا، بيضايقني، انا حاسس ان انا مذنب، فبيسرق الفرحه بتاعه الخطيه. حتى فرحه الخطيه ابليس بيسرقها منك. فرح الخاطي اللحظه. اعظم فرح يدوم ويستمر معك الفرح اللي معتمد على سكنى يسوع في قلبك، فرح الغفران، ان غفرت لك الخطايا. يقول في اشعياء 61 فرحا افرحه بالرب تبتهج نفسي. ليه فرحان؟ لانه البسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر. ربط بين الفرح والابتهاج الدائم والغفران والخلاص. مش كده ناس كتيره تقول لك احنا مش عارفين نفرح الايام دي؟ كل ما نفرح بحاجه يحصل. الايام الجميله مش بتدوم، مش كده؟ قصيره. في أمثلة شعبية طلعت كتير شيطانية، يقول لك إيه ما تضحكش قوي وما تفرحش قوي لحسن النكد جاي، وهكذا يعني. دي أمثلة شيطانية. في فرح يدوم يا جماعة، في فرح يستمر. فرحك بالغفران، إن الحمل بتاع الخطية وضمير الخطايا بتاعك اختسل بدم المسيح. في إنجيل يوحنا أصحاح 1 بيقول الكلمات دي: أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. الفرح اللي بيدوم انك انت ابن ربنا، انك خدت هذا اللقب، مش انك حصلت على الدكتوراه، مش لانك اشتريت العربيه الفلانيه، مش لانك نجحت في الجامعه، مش لانك اتجوزتي، مش ده الفرح اللي بيدوم. الفرح اللي يدوم انك خدت لقب انك ابن لملك الملوك ورب الارباب، ده اعظم فرح، وهذا اللقب لا يستطيع احد ان ينزعه منك. فرح يدوم لان هذا اللقب لا يتغير. فرح ربنا عايز يديه انك مقبول. ناس كتيره مشكلتها وتعاستها واحزانها بسبب انها مش حاسه انها مقبوله من اقرب الناس اليها، وبتشحت الحب والقبول والقيمه من شريك حياتها، مش قادره تاخده، او من الناس. لكن يسوع بيقولك انا بقبلك زي ما انت، انا بحبك زي ما انت. الناس شايفاكي مش حلوة، الناس شايفاك مشوه، الناس شايفاك شخصية صعبة، الناس شايفاكي انك مش حلوة بالمرة. يقول لها يا حبيبتي يا جميلتي، انت في عينين ربنا محبوب ومقبول جميل. دي اكتر حاجة تفرح القلب، ان الكبير قوي 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 العظيم يجي الواحد زيي يقول يا سامح انا بحبك وانت جميل في عينيا. أعتقد مش هتروح تأكل الخرنوب وتدور على كلمة إطراء وإعجاب من حد. ليفرح قلبك غفران المسيح، إنك تكون ابن وبنت ربنا، تختبر فرح الملكوت في حياتك. فاكرين الابن الضال؟ عمل له وليمة وفرح. ابني هذا كان ميتا فعش. السماء بتفرح وانا بفرح. مش بس السماء بتفرح بعودتي، انا كمان بفرح. كمان اللي يفرح قلبك مش بس انك تيجي تحط حياتك وديعه بين ايدين المسيح. يقول له كده كاتب المزمور: امامك سرور، في يمينك نعم الى الابد.
من أكتر الحاجات اللي تفرح قلبك أنك تسلك في حضور الله. أنك وانت بتشتغل وانت بتتجوز وانت بتذاكر وانت بتخدم وانت بتعمل أي حاجة، أنك تسلك في حضور الله، أمامه سرور، في يمينه نعم. احنا للأسف المؤمنين مرات بنفرح بالخدمة وبثمار الخدمة، والسنة اللي فاتت مش عارف كم ألف واحد جه للمسيح، والخدمة الفلانية ربنا باركنا، بنفرح أو حاجة كويسة. بس عارفين المسيح التلاميذ لما راحوا أخضعوا الأرواح الشريرة وقال لهم حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، قال لهم لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم قد كتبت في السماوات. ده اللي يفرح، مش الإنجاز، مش الثمار الروحية اللي بتفرح، اللي بيفرح أن اسمك كتب في سفر الحياة، ده اللي يفرح قلبك. سلوكك في حضور ربنا يا مؤمن يفرح قلبك. اختبار حبقوق، اختبار جميل قوي، يقول فمع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يجذب عمل الزيتون والحقول لا تصنع طعام، ينقطع الغنم من الحظيره ولا بقر في المزود، فاني بالرغم من الظروف الصعبه دي، بالرغم من الاحتياجات الماديه الهائله، بالرغم من غياب البركه الماديه، فاني ابتهج بالرب وافرح باله خلاصي. هو سر الفرح مش الاشياء، مش الانجازات الروحيه، مش الخدمات، وجود يسوع في القلب، في الحياه، العلاقه معاه، السلوك في حضوره، هو سر الفرح. رؤيتك ليه هو ده سر الفرح. يقول فرح التلاميذ اذ راوا الرب. كل واحد فينا حزين ومكتئب ومهموم، رساله الميلاد، الهديه اللي يسوع جاي يديها لك النهارده هديه فرح، عايز يفرح قلبك، عايز يديك شعور بالأمان واطرح الخوف إلى خارج، وعايز يفرح الحزين والمكتئب، القلب اللي مش قادر يختبر فرح حقيقي وكل ما يفرح يزعل. ربنا عايز يديك فرح دائم بأنك أنه يعطيك لقب الإبن، أنه يغفر الخطايا، أنه يغسل ضميرك الشرير المتعب، وأنك لو كنت خدت الخطوة دي تسلك في حضوره دائما، وترفع عينك من على الأشياء ومن على البركة المادية ومن على الأمور الوقتية اللي موجودة اللي عينيك شايفاها، وتفرح بالرب، وتفرح بالرب زي اختبار حبقوك. حاجة الثالثة اللي ربنا عايز يدهلنا وعايزنا نختبرها ليأتي ملكوتك أو العطية أو الهدية الثالثة، عدد 13 يقول وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. السلام، يأتي ملكوت الله علينا ما ينفعش من غير الثلاث حاجات دول، الأمان، الفرح، والسلام. ما ينفعش نقول إن ملكوت الله حاضر وسطينا وأنا خايف، ما ينفعش أقول إن ملكوت الله في قلبي وفي داخلي وأنا مش فرحان، ما ينفعش أقول إن ملكوت الله جوايا أو في البلد أو في الكنيسة وما فيش سلام، بس اضطرابات، ما ينفعش. النهاردة المسيح المولود، مولود طفل المزود، جاي يديك التلات هدايا دول، جاي يديك تلات عطايا من عطايا الملكوت، جاي يديك الأمان والفرح والسلام. معظم الملوك اللي في الأرض كله طبعا الشعارات اللي موجودة في الجرايد وفي الأخبار وفي النيوز كله يسعى إلى السلام، نعمل معاهدة سلام، اتفاقية سلام، صح؟ النتيجة إيه في كل الاتفاقيات ومعاهدات السلام اللي أبرمت على مر التاريخ؟ مزيد من الاضطرابات، مزيد من الحروب، مزيد من المخاوف، مزيد من القتل، مزيد من الدم، مع إن الشعار اللي مرفوع معاهدة سلام، صح؟ السلام يا أحبائي لا يأتي بمعاهدات واتفاقيات. هناك نوعين من السلام ربنا عايز يديهم لك النهاردة، عايز يديك سلام معاه يغمر قلبك وحياتك، وعايز يديك سلام في حياتك تواجه بيه الظروف والتحديات والمشاكل اللي بتجتاز فيها، ودول مهمين جدا، وما ينفعش تاخد واحدة وتسيب التانية. ما ينفعش تقول لربنا أنا عايز سلام منك أقابل بيه التحديات وأنا ما عنديش سلام معاك، مش منطقي. وما ينفعش تاخد سلام من ربنا وما تستقبلش منه سلام يعطيك قوة تواجه بيها الأيام اللي جاية، لازم الاتنين مع بعض.
السلام اللي مع ربنا يقول عنه كده بولس الرسول بيتكلم عن المسيح في رسالة أفسول، هو سلامنا. وكاتب العبرانيين يقول عنه ملك السلام، وأشعياء في النبوة بتاعته بيتكلم كده أنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، ودع اسمه مشير عجيب إله قدير أبا أبديا رئيس السلام. مصدر السلام، معطي السلام هو المسيح. عشان أعمل سلام مع الله، عشان أتصالح مع ربنا، يقول الكتاب في رومية 5:1 إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. السلام والمصالحة مع ربنا تيجي إيه؟ بأن أنا أخد التبرير، أن أنا أجي للمسيح وأطرح خطاياي وألبس المسيح وألبس رداء البر، فبقى صالحت مع ربنا وجوايا بقى في سلام من ناحية الله، وأنا مع ربنا في سلام ومصالحة، فتشعر بسلام داخلك. فوانت عايش في رحلة الحياة جواك سلام، فما تخافش من الموت. بقول عارفين في آية كتب في كاتب العبرانيين كتبها في عبرانيين 2 وهو بيشرح فكرة الميلاد بطريقة تانية، بيقول إذا اشترك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت عاشوا كل حياتهم تحت العبودية. الميلاد جاء للخائفين ليحررهم من الخوف من الموت، عشان هو أباد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. ويعمل إيه؟ مش بس يحررني من الخوف، يعطيني سلام مع الله. لكل شخص يأتي إلى المسيح، لكل شخص يضع نفسه في المسيح ينال هذا السلام مع الله. لكن كمان السلام اللي احنا محتاجينه، الغالبية العظمى محتاجينه مننا الأيام دي، سلام في رحلة الحياة. حياة مليانة بتحديات، حياة مليانة بمشاكل، حياة مليانة بظروف قاسية جدا وبمخاوف كتير قوي، وفي وسط الحياة دي بيحصل لنا ups and downs، بنقع مرات كتير ونضطرب ونقلق ونهتم ونخاف وسلامك يهرب منك. أجيب منين سلام؟ من ربنا. سلام مع الله بالتوبة والرجوع إلى الله، سهلة. لا سلام للأشرار قال إلهي، يعني كل واحد شرير عايش في الخطية لا يستطيع أن يستمتع بهذا السلام. لكن السلام اللي أجيبه من ربنا أجيبه إزاي؟ يقول تحفظه سالما لأنه عليك توكل. عايز يبقى عندك سلام جواك، عايز تختبر سلام الملكوت في حياتك، اتكل على ربنا. يقول الكتاب طوبى لجميع المتوكلين عليه. المتوكل عليه مثل جبل صهيون الذي لا يتزعزع. تيجي الأمواج العالية جدا، تيجي الأمراض، تيجي التحديات، تيجي الاحتياجات المادية، أنا متكل على إله قدير قادر أن يسدد كل احتياجاتي بحسب غناه في المجد. أنا بتكل على إله قادر أن يشفي في أي وقت. أنا بتكل على إله يغير الأزمنة والأوقات، لا أخاف. سلام، مش مضطرب. في ناس عندها مشكلة في النوم، في ناس عندها مشكلة في النوم، بس كاتب المزمور يقول بسلامة أضطجع، بل أيضا لأنك تسكنني في طمأنينة يا رب، لأني متكل عليك وإنت أنا مكان سكنايا فيك. بيجرى لي إيه؟ بسلام بنام بل أضطجع. تتكل على ربنا. إنك وإنت ماشي في سكة الحياة ما تستندش على إمكانياتك ولا على إمكانيات اللي حواليك ولا على إمكانيات البلد ولا على إمكانيات شريك حياتك، تتكل على ربنا تستمتع بسلام. الأيام اللي فاتت، الثلاث سنين اللي فاتوا بينوا كويس قوي مين جواه سلام ومين ما كانش جواه سلام، مين اللي كان متكل على ربنا في الظروف دي ومين اللي ما كانش متكل على ربنا في الظروف دي. آية جميلة قوي في مزمور 119 عدد 165 بيقول كده: سلامة جزيلة لمحب شريعتك وليس لهم معثرة. سلامة جزيلة، سلامة كبيرة قوي، كتيرة قوي. لمين؟ للناس اللي بتنتظر كلامك، للناس اللي بتحب كلامك، للناس اللي مصدقه كلامك وبتتكل عليك، يتمتعوا بالسلام. سلام، سلام.
أختم، كيف نحصل على الأمان؟ كيف نحصل على الفرح؟ كيف نحصل على السلام؟ حاجتين. كل الموجودين في الكنيسة والبتفرجوا معنا على شاشات التلفزيون وقاعدين أمام الإنترنت في كل مكان في العالم، إحنا نوعين من الناس. إحنا نوعين من الناس موجودة بتسمع رسالة الميلاد أو رسالة هذا الصباح. في مجموعة عايشة حياتها بالطول وبالعرض، عايشة بتيجي الكنيسة متدينة بتعمل المطلوب منها، بس المسيح مش ساكن في القلب، وما خدوش هذا اللقب الابن أو الابنة، لم يولدوا من فوق. كان نيقوديموس شخص متدين جدا، بيعمل كل المطلوب منه، ما بيضيعش فرد، بيغسل ايده وبيعشر وكل حاجة بيعملها. لما راح للمسيح وقابله، المسيح قال له، هو قال للمسيح: نعلم أنك أتيت معلما، لأن ليس أحد يعمل هذه الأعمال إلا إذا كان الله معه. الإجابة الطبيعية للمسيح يقولها له إيه؟ نعم أنا المعلم وأعظم معلم، ولو مش عارف تعالى أقول لك. كانت دي إجابة المسيح عليه؟ لا. قال له: يا نيقوديموس، ينبغي أن تولد، مش هتقدر تختبر الملكوت، لن ترى ملكوت السماوات، لن تختبر الملكوت هنا على الأرض، ولن تحيا فيه إلى الأبد إن لم تولد من فوق. مالكش حل إنك تختبر الأمان والفرح والسلام على الأرض بدون أن تولد من فوق، ولن تختبر الأبدية بدون أن تولد من فوق. الموضوع مش تدين، الموضوع مش فلوس، الموضوع مش أصوام، الموضوع أنت في المسيح ولا مش في المسيح؟ أنت مولود من فوق ولا أنت مش مولود من فوق؟ ده اللي هنعمله وإحنا بنصلي. عندك فرصة النهاردة ليأتي ملكوت الله على حياتك وينزع الخوف ويحررك من الخوف، ليأتي ملكوت الله على قلبك الحزين ويمتعك بالفرح، ليأتي ملكوت الله على قلبك المضطرب ويمتعك بالسلام. عندك فرصة النهاردة تعمل كده. حاجة تانية، النوعية التانية من الناس اللي موجودة، اللي هم اوريدي في المسيح، اللي هم ادوا حياتهم للمسيح في يوم من الأيام، وتقابلوا مع المحبة وتقابلوا مع الصليب، بس في رحلة الحياة فقدوا مصدر الأمان ومصدر الفرح ومصدر السلام. والتلاتة دول مرتبطين بالامتلاء بالروح القدس. تيموساوس الثانية أصحاح 1:7 بيقول: لأن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. الترجمة الأدق: لأن الله لم يعطينا روح الخوف، بل أعطانا الروح القدس. لما ما بمتلئش بالروح القدس يوميا، والملء مش بيتجدد في حياتي، ومش ماسك في الروح القدس في رحلة الحياة، بقلبي يمتلئ بالمخاوف، يهرب الفرح ويهرب السلام. غلاطية أصحاح 5:22 بيتكلم عن ثمر الروح، بيقول: أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام. المؤمن الممتلئ بالروح القدس يختبر فرح يدوم، المؤمن الممتلئ بالروح القدس يختبر سلام يدوم، المؤمن الممتلئ بالروح القدس يختبر أمان، لأن الله لم يعطينا روح الفشل. فإذا كنت اديت حياتك للمسيح في يوم من الأيام، بس في المسيرة دي ضعفت وما كنتش متصالح مع الروح القدس وما كنتش ممتلئ بالروح القدس، عندك فرصة النهاردة تقول له: املأني يا رب الروح القدس، ليأتي ملكوتك علي النهاردة. ودي الرسالة اللي في قلب ربنا لينا مع بداية سنة. ربنا عايز يدينا التلات عطايا دول، ربنا عايز يمتعك بالتلات أمور دول، عايز يمتعك بالأمان، عايز يمتعك بالفرح، عايز يمتعك بالسلام. انسى الأمور المادية أرجوك، ملكوت الله ليس أكلا وشربا. يأتي ملكوتك علينا مش معناه أنه الدنيا بقى هيأتي الخير، بس ده مش معناه كده، لكن يأتي ملكوتك علينا معناه بر وقداسة، فرح، سلام، ده ملكوت الله. ودي رسالة الميلاد، دي الرسالة اللي السماء جت بيها للبشرية: لا تخافوا، ها أنا أبشركم بفرح عظيم، المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. دي الرسالة اللي في قلب ربنا لينا. ربنا عايز كل واحد مننا يختبر الملكوت، يأتي ملكوته في حياتنا فيزيل مخاوفنا، فيزيل أحزاننا، فيزيل اضطرابتنا. اسمحوا لي نقف علشان نصلي. عايزك في اللحظات دي
خليك صادق مع نفسك، ما تبدأش سنة جديدة مليانة بالمخاوف، مليانة بالأحزان ومليانة بالاضطرابات، لكن يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب اللي حاضر في وسطنا في هذا الصباح بيقدم ليك هذه الهدايا الثلاث: الأمان، الفرح، السلام. عايزك تختبر الملكوت في حياتك هنا على الأرض. ملكوت الله ليس أكلا وشربا، بر وفرح وسلام. ربنا عايز يديك الثلاث حاجات دول. أنا ما أعرفش أنت إيه اللي بيخوفك، بس عندك إله قدير يأتي إليك ماشيا على المياه، على العواصف، على الرياح. عندك إله يقدر يقول للريح أبكم أسكت، وإحنا اختبرناها السنة اللي فاتت، قال للريح أبكمي وأسكتي وغير الزمن. في أيام قليلة جدا غير الزمن وغير تاريخ هذا الشعب. حط ثقتك في ربنا النهاردة، خد اللحظات دي بينك وبين نفسك. يمكن تكون أنت من المتدينين اللي بتفرجوا على البرامج الروحية، بيقعدوا أمام شاشات التلفزيون وبتفرجوا على الكنيسة، ويمكن تكون من الناس اللي تعودت تحضر الكنيسة، بس أنت لسه مش في المسيح، لسه ما تقابلتش مع الحب اللي يطرد الخوف إلى خارج. عندك فرصة النهاردة وانت في الكنيسة وانت أمام شاشات التلفزيون، عندك فرصة النهاردة تتقابل مع المحبة دي اللي تطرد الخوف إلى خارج، اللي تقول للخوف اطلع برا، اطلع برا. تقدر النهاردة تروح عند الصليب، تقدر تفتح عينك على يسوع اللي بيحبك وعينك تشوفه فيزيل مخاوفك. تقدر ترجع لربنا النهاردة بتوبة، تختبر فرح الغفران، أبتهج بإلهي الذي ألبسني ثياب الخلاص وكساني رداء البر. يا عجبا بحبك مخلصي، قد مات من أجلي وسافك لما زكي في دم خاطئ مثلي. مخلصي قد مات من أجلي وسفك دم الزكي في دم خاطئ مثلي. أحبني Yeah.
هو لما بص عليك وعليا قال انك تستاهل وانا استاهل. قال يستاهل ان انا اجي من السماء واتولد في مزود حقير واعيش واروح للصليب عشان انا وانت نستاهل، عشان هو بيحبك قوي. نعم احبني يسوع، هو يستاهل انك تديله حياتك، هو يستاهل انك تقوله انا بحبك زي ما انت حبتني. ينفع ده يبقى اختبارك الشخصي النهارده؟ بولس قال كده، قال الموضوع ده ليا انا شخصيا، الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. في عينيك يسوع يستاهل النهارده تديله حياتك، وتيجي من تدينك وتيجي من خطيتك وتيجي من شرك وتيجي من بعدك وتيجي من اتكالك على نفسك، تقول له النهارده انا جاي يا رب احط حياتي بين ايدك. ينفع تخبط على قلب ربنا النهارده على فكره؟ ينفع مهما كنت عملت كل الشر اللي في الدنيا دي، ينفع النهارده تخبط على بابه؟ هيفتح ليك بكل تاكيد. هو قال كده، من يقبل الي لا اخرجه خارجا. وانت قاعد في بيتك تقدر تدعي ربنا النهارده. احنا بنسمع كلمات الترنيمه دي بيقولها له، هل اترك بابك بعد ضياع الكل. ينفع خبط على باب قلبك النهارده؟ ينفع، لانه بيحبك، ينفع لانك تستاهل، ينفع. ينفع النهارده تخبط على بابه وتقول له انا جاي لك. هل اترك بابك بعد ضياع الكل، او يصلح ام اقترب اليك بذلي؟ كلنا واقفين ومغمضين عينينا، خلينا كلنا نغمض عينينا من فضلكم في اللحظات دي. فرقش على اللي حواليك ولا اللي جنبك، لكن خد اللحظات دي بصدق واترك على بابه النهارده. هو بيفتح باب قلبه ليك النهارده. كلم يسوع. ولو انت النهارده اكتشفت انك متدين، شفت انك مواظب على الكنيسه، بس انت حياتك مش في ايدين المسيح وديعه، وإن المسيح لسه مش ساكن في قلبك وعايز تعمل كده النهاردة،
تقدر النهاردة تقول يا رب أنا بحط حياتي وديعة بين إيدك، استلم حياتي يا رب النهاردة، استلم حياتي، اسكن في قلبي يا رب، اسكن في قلبي. أنا عايزك لو دي صلاتك، لو ده الأشواق اللي جواك النهاردة، أنك عايز تحط حياتك بين إيدين المسيح وديعة، ارفع إيدك وانت واقف في مكانك كده، ارفع إيدك، خليك رفع إيدك. المسيح على الصليب ما اتكسفش أنه يعلق على خشبة، ما تكسفش، ارفع ايدك قول له النهارده انا جاي اديك حياتي وديعه بين ايدك يا رب النهارده، جاي احط حياتي وديعه بين ايدك وافتح قلبي ليك يا رب، اقول لك اسكن وملكك الكل، واختارك تكون الاول على حياتي من النهارده يا رب، اختارك النهارده تكون الاول، برجع وبتوب عن كل اله عبدته معاك يا رب النهارده، وجاي اقول لك يا رب النهارده حياتي ملكك، حياتي بتاعتك، انت المسؤول عنها النهارده، جاي بتوبه يا رب، طالب غفرانك يا رب، انا طالب غفرانك، تغسلني بدم المصلوب النهاردة، اغسلني من كل خطية، اغسل ضمير الخطايا، الضمير الشرير اللي جوايا النهاردة، أنا بديك حياتي. وانت قاعد في البيت تقدر تصلي الصلاة ديا، وانت بتتفرج على النت تقدر تصلي الصلاة ديا، خليك رفع ايدك أرجوك، علامة على جديتك في طلب الرب لحياتك النهاردة، انك جات في الطلبة ديا، انك عايزه، انك طلبه، انك متمسك بيه في اللحظات ديا. مع بداية سنة جديدة مش هتعيش ملك نفسك، تعيش ملك الفادي اللي فداك، تديله حياتك وهو يمسك ايدك، هو معك كل الايام من الان فصاعد، يديك لقب الابن والابنة النهاردة، كل اللي قبله وكل اللي بيديله حياته النهاردة بيقوله انت ابن، انت ابن وانت بنت النهاردة، ليك غفران عنده خده، ليك غفران عنده خده. بقدم نفسي، نفسك ذبيحة حية لي، صليها من قلبك، مقدسة ومرضية أمامك، وبكفر